كلنا فكرنا بالموضوع هذا، انك تاخذ كورس هرمونات واحد تزبط جسمك، تطلع عضلات وتوقف هرمونات وتكمل طبيعي وتحافظ على العضلات اللي بنيتها. وين المشكله؟ كورس واحد ما لح يكون مضر كثير، صح؟ غلط. لما تبلش اول كورس حتحس حالك سوبرمان، كل يوم اوزانك بالجيم عم بتزيد، كل اسبوع جسمك عم بيتحسن، الاواعي عم بتصير ضيقه عليك، كل يوم بتسمع مجاملات زي ما شاء الله جسمك متحسن. استمر يا وحش. عاش يا دبابه. لفتت انتباه الناس بعد ما كنت نكره ولا حدا شايفك، البنات صارت تطلع عليك والشباب بيجوا باخذوا منك نصائح وانت تقعد تعك عليهم. بفطر الصبح صدر دجاج مع خمس بيضات. ثقتك بنفسك فوق الريح، صرت بوبيولر محبوب. بخلص كورس الهرمونات، طب ليش ما اكمل؟ اعضائك من جوا عم تتدمر قاعده بما فيها الماتور اللي تحت، لازم تاخذ استراحه. مش حكيت كورس واحد؟ معك حق. لما يخلص الكورس كل يوم حتروح على الجيم تحمل اوزان اقل من اللي كنت بتحملها، كل اسبوع جسمك عم بخرب، العضلات عم تصغر والدهون عم بتزيد، كل يوم حتسمع كلام زي شو صاير معك، انت مريض، وين راحوا عضلاتك، البلوزه كبيره عليك ولا انت منفس، انت قاطع حديد ولا لسه بتلعب. بس زمان كنت اضخم من هيك، وانا اللي كنت اخذ نصائح منه. شكلك بطلت تفطر صدر دجاج وخمس بيضات. ثقتك بنفسك معدومه، صارت من شخص محبوب لمسخره صرت. متى بتخلص فتره الراحه عشان ارجع اتعاطى هرمونات؟ مش اتفقنا كورس واحد؟ ما اتفقناش على اشي. ما فيش اشي اسمه كورس واحد، في اشي اسمه انك تنتقل من لاعب طبيعي للاعب بتعاطى هرمونات. هل فعلا الهرمونات بتعمل عقم وضعف جنسي؟ ولا هاي خرافات اللي نحكي لك اياها عشان بدناش اياك تكبر عضلاتك وتصير اضخم منا؟ بطريقة مبسطة وعلمية، معظم أنواع الهرمونات أو المنشطات اللي بيستخدموها الرياضيين هي نوع من أنواع التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري اللي جسمك بيفرز منه بشكل طبيعي عن طريق الخصيتين. فلما تأخذ التستوستيرون من برا وبالعادة كميات هائلة، عقلك بيعطي أمر للخصيتين ما يفرزوا تستوستيرون، ياخذوا إجازة، في عنا منه كمية هائلة بالجسم. بفترة كورس الهرمونات الواحد بيكون 64 حصان، هرمون الذكري عنده شامت بالسقف، بس ما بيكون في حيوانات منوية جوا السائل لأنه الخصيتين ماخذين إجازة. بخلص كورس الهرمونات 6 أسابيع 8 أسابيع ما في تستوستيرون من برا ولا حتى من جوا، بالفترة هاي بيصير مع الواحد ضعف جنسي مؤقت وعقم مؤقت. طب متى برجعوا الخصيتين يشتغلوا زي أول؟ ممكن بعد شهر، ممكن بعد 6 أشهر، وممكن بعد سنة، وممكن ما يرجعوا يشتغلوا نهائيا، ولا أي دواء ولا كورس تنظيف يرجعهم.